أنا مش شخص واحد، أنا 30,000 واحد، عمال وموظفين ومذيعين وصحفيين. يرضيك عشان غلطة واحد يضطر 30,000 واحد؟ الأزمة بتاعت الدراجات شهد سعيد، لعبة الدراجات اللي فجأة اللجنة الاتحاد الدراجات بيسفرها تمثيل مصر في الدورة الأولمبية، وهي اللي كانت هتموت زميلتها جانا عليوة في بطولة الجمهورية في السويس في شهر إبريل اللي فات. لاعبة تعتدي على زميلتها وكادت ان هي تموتها، تخبطها بالعجلة وهي في السبع فتوقعها، تجيب لها ارتجاج في المخ وتجيب لها كسر في الضلوع وفقد للذاكرة. ما تضربنا في النار وخلاص. والدكتور وجيه قال ان هو ادى تعليمات للناس في الاتحاد تتعامل معاكي وتتعاون معاكي وتخلص معاكي وتتحمل كل حاجة. هل حصل اي حاجة من ده؟ ما لا، مفيش حاجة من الكلام ده حصل. يعني حضرتك عدى على الواقعة شهرين، يعني انا خلاص تقريبا انا خلصت عمليه وخلصت علاج طبيعي وقربت اخلص تاهيل. احنا في البلد دي ملناش غير اللي خلقنا، اللي رزقنا وعبرنا بايديه. شهد سعيد وقفت سنه، وخلال ايقافها سنه ما كملتش شهرين يتقرر ان هي تسافر تمثل مصر في البعثه الاولمبيه. خطا فادح جدا، خطا فادح. تمام، يعني ما عنديش تعليق بصراحه، ربنا يزال الحق ان شاء الله. دكتور وجيه لو حابب حضرتك، انت سمعت طبعا جنة ايه؟ لا انا بقول لك الو الو يا حاج اسماعيل، علي صوتك يا حاج. برضو الصوت راح يا دكتور وجيع عشان بس رايك يوصل كامل للمشاهد. روم ولد يا حاج، مش سامعك، علي صوتك. الخير الخط اتقطع. انا شفتك فين قبل كده؟ نعم، انا شفتك فين قبل كده. انا جابر الشرقاوي، عم اشقه مصر وعميد المجرمين، اطلع لي واضحه فيه يبرمر سمعتي في الارض. والاحفاد ايه بقى؟ تتمنى لهم لما يكبروا يبقوا قد الولاد يشوفوا البلد دي عامله ازاي. انا مش هبقى في سنهم، الدنيا هتبقى كده خالص. انا هبقى موجود في الوقت ده؟ لا طب ده انا هكون مت وشبعت موت. وانا مين عشان اموت؟ انا دكتور صغير يا دوب لسه في حضانه. تعطيل العمل بالدستور، بتهج اول حروفي في القهر والاهانه، ومن كتر خوفي من الخوف ابن الجبانه والكذب والخيانه قلت اعمل دكتاتور. اتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه، ولو ان رسالي كتير عشان اكمل علام واخد في ايدي الشهاده، شهاده الدكتاتوره. ما تسمعوش كلام حد غيري، ولا عبلها بالحواه وافسد الحياه وادوس على الجباه. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض، وشعل الحرايق واصرم الخلايق واطيح في خلق الله. هخلي الجيش المصري ينزل كل كره مصر وابيد واشيل كل الكلام ده. تعالوا نشوف ونقرا في كتاب الانسانيه انواع ملهاش نهايه من الدكتاتوريه. الان لكل الناس انت تعلم ان هناك انتخابات رئاسيه. A7A حاضر. انا اثبت عايزين احزاب تاخد انتخابات. اي بلد واي حياه حزبيه لازم يبقى عنده امل في يوم من الايام يبقى رئيس. شايف نفسك فين يا اب كمان 5 سنين؟ شايف نفسي مكانك يا معلم. ماذا لو لم تنجح في الانتخابات؟ ايه هيكون القرار؟ حابب بالسؤال ده، مين اللي ساله؟ صحيح، مين اللي ساله؟ من النهارده انا بقول كل القوة التي ترغب، معلش انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي انا. ولو انت فرحوت قوي حضرتك يعني قوي كده، قول لي دي لو قلتها هتبقى مني ما اقول. في الترشح امام عبد الفتاح السيسي من الان، سواء كنت معارضه او غير معارضه، فلتستعدوا. ده سيستم المكانه يا حبيبي، ولازم تاخد حقك تالت ومتلت. تحكم الحزب مش عشان تبقى قاعد تتفرج، عايز تحكم. والناس اللي قالت لا حسبهم يمشي، مش هو ده المعيار ولا ايه؟ ولا إرادة الناس؟ يا سلام يا أخي، والله العظيم أخلاقك العالية دي أحرجت ميتين أهلي وخلت هعيط. يعني لو قوى المعارضة في مصر من الآن تقرر إنها هتساند إنسان من دلوقتي، هتقف ورا واحد من دلوقتي. أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، كل سنة أعمل انتخابات، بس قلت شرط واحد، 8 تكاليف الانتخابات ادفعوها أنتم.
من اجل كفاح الدبلوماسيه، من اجل صراع الحريه، من اجل قتال الاخر، قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. اللي عايز بيفكر بيحلم يبقى رئيس، ادينا مواصفات ساعدنا ان الناس دي تعرف تعمل ايه. والله جزء من الموضوع ده مسؤوليتي حتى. طبعا طبعا لازم انت تفهم يا واد ان انا مفيش حد في الدنيا وقف قصادي الا ودوستو. صح. اعذرني فيما ساقول، لكن انا انقل انه سيتم تجهيز حضرتك لكي تكون واجهه الانتخابات القادمه او بديل. الولد عايز يبقى رئيس جمهوريه، الولد عايز يبقى رئيس جمهوريه وقد يترشح. وداع يا لمبي، اشوف وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ إن لله وإن إليه راجعون يا أبو صلاة. أحمد خنصوع ضابط العامل بالخدمة بالجيش المصري العظيم أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أنا البديل. المحكمة العسكرية أصدرت حكمها على العقيد أحمد خنصوع بالسجن 6 سنوات بعد جلسة مرافعة واحدة. هو بعد عنك داخل عينيه مغربة وشكله بنموت. واعتبارا لخبراتي الطويلة بالقوات المسلحة التي اكتسبتها بعملي في جميع المراكز، أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر. ده اللي أنا خايف منه بقى، ده اللي أنا خايف منه. توجه بكل الأرفان والامتنان لدولة الإمارات العربية الذين استضافونا بكل الكرم. يصل القاهرة الآن على متن طائرة خاصة مرحلاً من دولة الإمارات العربية. أنت عارف يعني إن المؤمن مصاب. الله يفتح عليك. لإعلان نية الترشح من المهجر، إنه يجي بلده ويقول أنا أهو أنا بترشح عشان أبقى رئيس مصر أهو، واستكوا أهو يا شعب مصر أهو. أيها الشعب السيد في الوطن السيد. اصحى وركز معايا يا معلم. انني قد عقدت العزم على تقديم اوراق ترشح لمنصب رئيس الجمهورية. قال الجيش المصري في بيان له ان سامي علان ارتكب جريمة تزوير. استنوا حتى ابوك يا كابتن مات وقعت وحتى ابوك بس اعمل حاجة. واعتبر ان ترشح علان تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة المصرية. انت مشعل فتيل الثورة وهم يعم على عومة. والله العظيم انا بحرب بالله العظيم، انا كنت اتمنى ان يكون موجود معانا 1 و2 و3 و10 من افاضل الناس وتختاروا زي ما انتوا عايزين. انا تهت وانا كمان. طب اضحك. ترشحي للرئاسه اداء لواجب وطني مصر محتاجه. انا شكلي بقى باين عليا، لازم اضرب السايب عشان يخاف المربوط. هل تنتوي الترشح لانتخابات الرئاسه؟ لا لا قاطعة، لا مستريحة. صاحبك ماله حسن؟ معلش يا بيه عنده كرحة في المعدة. مش في المعدة. وبيقول يعني احنا كنا عايزين نحس، عارف ان هو اللي هينجح، بس كنا عايزين حد يبقى موجود معاهم كده. طبعا بتوع الجامعة وماله. انا بس عايز اقول لهم على حاجة، يعني انتوا بتكلموني في موضوع انا ماليش ذنب فيه خالص. تكوش ليه؟ انا هموت بالله. هتقف ورا واحد من دلوقتي هتقول لي معوقات ومشاكل، هي الحياه السياسيه كده، يجب ان تناضل لكي تصل. لا تزال مبكر بطوله. ولا ايه؟ والله دي له حاجه. خمسه بالحب. بالحب.